السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة النهاردة إن شاء الله في موضوع مهم جدا جدا، يهم كل الناس كل الأعمار، سواء كانوا شباب سواء كانوا كبار سواء كانوا كهول سواء كانوا صغار في السن. هذا الموضوع لابد أن نعيش به، ألا وهو صناعة الأهداف. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على صناعة الأهداف. يعني إيه أهداف؟ يعني إيه رسالة؟ يعني ايه رؤية؟ يعني وازاي الانسان يحط لنفسه هدف، وازاي يحط لنفسه رؤية، وازاي نحط لنفسه رسالة، وهل هذه الاشياء مهمة في حياتنا بالقدر اللي نعطيها هذا الاهتمام؟ فبداية بنقول احنا بنسمع احيانا واحد بيقول لواحد اجعل لك هدف في حياتك. والاهداف عند الناس بينظروا لها لنظرتين، في واحد متحمس جدا وبيقول أنا عندي أهداف، لكن الكثير من هؤلاء بينظروا على أن الأهداف بلفظ صحيح هي أمنيات. ففي فرق بين الأهداف وفرق بين أمنية. أنا ممكن يكون عندي أمنيات كثيرة، نفسي أبقى ونفسي ونفسي ونفسي، لكن أمنية مستحيل أحققها. هذا النوع بنسميه أمنيات وليست أهداف، وده ما بنتكلمش عليه. احنا بنتكلم على الأهداف. والفرق بين الأهداف والأمنية، هي الأهداف هي التي يمكن تحقيقها بل لابد من تحقيقها، أما الأمنيات فهي أمنيات في الهوى ملهاش أي معنى. عشان كده احنا هنصحح النهاردة كمان مفاهيم الأهداف، إزاي يكون عندي أهداف قابلة للتنفيذ. عشان كده بقول صناعة الهدف يصنع الهدف، وكيفية تحقيقه للوصول إليه. في ناس تانية من نوع من أنواع الناس، يعني ممكن يكون في طبيعتهم لا يمكن أن يحرك ساكنة، خايف من التغيير أو عنده لا مبالاة، وده نوع من الناس موجود كذلك. والخطاب كذلك ليه، ازاي يكون عندك هدف في حياتك، يكون عندك رؤية لحياتك، يكون عندك رسالة في حياتك. من منطلق ده هنبدأ نقول احنا فين من الاصناف دي، وازاي نصحح مفاهيمنا. بداية لماذا نضع اهداف؟ ليه الاهداف مهمة في حياتي؟ في مقولة لطيفة جدا بتقول عدم التخطيط لحياتي، يعني عدم التخطيط بيساوي تخطيط للفشل. يبقى إذا أنا لا أخطط فأنا أخطط، ولكن أخطط لكي أفشل، ولذلك التخطيط مهم. وإذا لم تخطط لنفسك سيخطط لك الآخرون. الصورة اللي قدامنا دي صورة لطيفة معبرة جدا، اللي فيها زي مسرح العرايس بالضبط. المسرح العرايس بيتحرك بالصوابع، فالعروسة الصغيرة اللي تحت دي هي تتحرك بإيدي اللي فوق. إذا أنا ليس لدي هدف وليس لدي رؤية وليس لدي رسالة، فأنا زي بالضبط العروسة اللي بيحركها الآخرين. وإذا أنا عندي هدف واضح في حياتي أنا اللي أحرك الآخر. عشان كده إذا لم تخطط لنفسك سيخطط لك الآخرون. صاحب الهدف ممكن أكتر من واحد يقول لا أنا الحمد لله عندي أهداف وأهدافي واضحة جدا ومحدش بيخطط لي. لكن تعال نقول في معايير، من خلال هذه المعايير أنا هعرف أو أنت هتعرف نفسك، أنت عندك أهداف وبتحققها وبتسعى إليها، ولا هذه الأهداف كما ذكرنا سالفا أنها أمنية ولا يمكن تحقيقها. صاحب الهدف عنده صفات، وصفاته تجدها في معاملتك معاه وفي حياته، هو واضحة صفاته. صفات صاحب الهدف عنده إيجابي، يعني سريع جدا الحركة إيجابية، سريع الحركة الإيجابية، واللي رد لأي رد فعل سريع إيجابي. صاحب الهدف عنده إتقان في عمله، لأن لا يمكن أن يتخطى خطوة إلا إذا أتقنها، لأن في الآخر هو عنده هدف عايز يوصل له، وإلا هيرجع تاني لمحلك سر. فمتقن لعمله. صاحب الهدف عنده الشعور بالمسؤولية، لأن واضح أن قدامه نقطة عايز يوصل لها، وعلشان يوصل لها لازم يبذل أقصى جهد، فعنده المسؤولية. إذا واحد عنده هدف يبقى مدير شركة أو صاحب شركة، وإذا في مكان في أجزاء الشركة في تأخر أو تغيب هو يروح بنفسه عشان يتابع ويسد، عنده شعور بالمسؤولية. صاحب الهدف عنده جدية في حياته، جد، ما عندهش وقت ضايع كتير. صاحب الهدف محافظ على وقته. يبقى الصفات اللي احنا ذكرناها خمس صفات دي يتسم بها أي إنسان هو عنده هدف في حياته: إيجابي، متقن لعمله، عنده الشعور بالمسؤولية، جدي في حياته،
محافظ على وقته. إذا الخمس صفات دي في حضرتك أو في حضرتك، فعرف أنت صاحب هدف وصاحب رؤية وصاحب رسالة. ولكن إذا الإنسان ما عنده واحدة من هذه أو ما عنده هذه الصفات، ده يتضح إن اللي عنده هي أمنيات وليست أهداف. عشان كده ما ينفعش يكون الإنسان يقول أنا عندي هدف في حياتي أو عندي أهداف في حياتي وهو لا يحافظ على وقته. على سبيل المثال واحد شغال أو طالب وبين يجي في فترة الأجازة يسحب راحته، أو واحد واخد يوم أجازة هسحب راحتي، أصحى الصبح 9، 10، 11، 12، الظهر، بعد الظهر، العصر، مش فارقة، هقوم أعمل إيه؟ اللفظ هقوم أعمل إيه ده اللي يدل على أن هذا الإنسان ليس عنده أهداف كاملة في حياته لتحقيقها. وطبعا هنوضح بعد شوية يعني إيه أهداف وكيفية توضيح هذه الأهداف. لكن خلينا نقول بداية صاحب الهدف مميز وواضح، وتستطيع حضرتك انك تميز بسرعه جدا قدامك ده عنده هدف ولا ما عندوش هدف. طب اللي ما عندوش هدف، اللي ما عندوش هدف في الحقيقه ممكن ينطبق عليه شعر اللي هو جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت، ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت، وسابقي سائرا ان شئت هذا ام ابيت، كيف جئت كيف ابصرت طريقي لست ادري، مش عارف راح فين جاي منين. ايه ما عندوش هدف في حياته واضح. فصاحب الهدف في مشيته يسير بخطى ثابتة، صاحب الهدف في مسار محدد وبرؤية واضحة. اللي ما عندوش هدف يسير بحسب الآخرين، عايز توديني فين أروح معاك، ما تيجي نروح في الحتة الفلانية، حاضر يلا، طب ما تعمل دي بدل ما تعمل دي، حاضر أعملها، ما عندوش رؤية واضحة. صاحب الهدف يتعثر عند لقاء الصدمات ويتبعثر حسب الظروف ولا يرى ماذا يريد وكيف يريده. إذن صاحب الهدف خطى واضحة، مساره محدود واضح، رؤيته واضحة. اللي ما عندوش هدف مش عارف رايح فين وجاي منين ومهزوز. وفي الحقيقة في مثال لطيف جدا يمثل بصاحب الهدف من عدمه. صاحب الهدف ده عامل زي قبطان السفينة، والقبطان السفينة دي بينقل فيها البضائع من بلدان. القبطان اللي راكب يقود السفينة عارف المواني الكويسة يقف فين، وعارف على بعد قد ايه، وعارف كمان الاماكن اللي فيها القراصنة ما يروحش ناحيتها، وعارف امتى العواصف بتيجي، في نوى جاية في الوقت اللي انا فيه ده، لا انا هأجل السفر او هروح الناحية دي، هتصرف فيها ازاي وهحيد عنها، وعارف ازاي يدير البحارة اللي معاه، وعارف يتصل بيهم وبالقاعدة ازاي. هكذا واضح في اتجاهاته، واضح في طريقه، واضح في مقصوده، بيصل الى بر السلام بمنتهى البساطة، لان قبطان دارس الدنيا اللي حواليه عامله ازاي. ده صاحب الهدف. الشخص الذي لا رؤية له ولا رسالة له فهو عامل زي القبطان الذي لا يدري اتجاهه، البوصلة بتاعته بايظة، ومش عارف فين المناطق اللي فيها القراصنة، وما عندوش دلالة للأجواء البحرية، يخش في حتة فيها دوامة فيها عاصفة ريحية، وكمان مش عارف يدور البحارين اللي معاه. فتخيل كيف يسير بهذه السفينة، وكيف ينقل بضاعة، وكيف يصل إلى بر الأمان، هيجد صعوبات كبيرة. أهو ده اللي ما عندوش هدف. إن كان الإنسان يحمل رؤية ورسالة واضحة هذا إنسان عظيم، ولا شك ولا نستطيع أن نتكلم عن العظماء ولا نتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان أكبر شخصية تحمل رسالة واضحة وتحمل رؤية واضحة وهدف واضح في حياته، وهو خير نموذج للبشرية. فإذا كان ده قدوة، فعلى كل إنسان أن يكون له هذه الثلاثة أشياء قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام. رؤيته قد واضحة جدا زي الدين ينتشر، رسالته قد واضحة جدا كيف يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكان عنده أهداف واضحة جدا من أول ما خد الرسالة لحد ما هاجر من مكة المدينة، وبعدين فتوحات المدينة لحد ما مات وهو محقق لأهدافه
ولقيته ورسالة. ده مثال. ولا شك أن هناك كثير من الذين حققوا أهدافهم في الدنيا نتيجة وضوح الرؤية قدامهم، زي مثلا نير أمسترونج. ده أول واحد حط رجله على القدم، حط رجله على القمر سنة 1969. نيل أمسترونج سنة 1969، وده رجعنا لما حط رجله يرجعنا لذكريات كلمة جون كيندي رئيس أمريكا لما قال في الستينات قررنا أن ننزل القمر في نهاية هذا العقد. بمجرد أنه قال قررنا أن ننزل القمر في نهاية هذا العقد وكأنها رؤية واضحة قدامه، رسم كيندي رؤيته، اتطور الأمر، سخرت له السبل، وبالفعل تحققت رؤيته ووطأ أرمسترونج بقدمه القمر سنة 1969. كل إنسان لا يحمل رسالة ورؤية فهو مشرد، وكل إنسان له رسالة وله رؤية وأهداف، وإنسان عظيم يعلم أين يذهب وإلى أين يذهب. الحقيقة احنا محتاجين يكون عندنا الثلاث حاجات دول، رؤية وهدف ورسالة. والمفروض الثلاث حاجات دول موجودين في حياة كل إنسان زي البطاقة الشخصية. ممكن حضرتك تقول لي معاك بطاقة شخصية، أقول لك آه معاك بطاقة قومية، تفضل، واضح فيها البيانات، واضحة جدا، أحمل البطاقة القومية في أي مكان. على كل إنسان أن يكون معاه بطاقة، هذه البطاقة معلوم فيها رؤيته، معلوم فيها رسالته، معلوم فيها أهدافه. البطاقة ضمنية لا شك، لكن لازم تكون هذه الثلاث أشياء واضحة في حياته. عشان كده تعال نبدأ بمفهوم هذه الكلمات قبل ما نتكلم إزاي تكون في حياتنا ونعملها بالصحيح. الرؤية في اللغة هي ما نراه بشكل سليم بالعين أو العقل أو القلب، حاجة شفتها واضحة قدامك دي اسمها رؤية، بتين مربوطة مش بالألف رؤية تانية حلم. والهدف بنقوله في اللغة هو المرتفع من البناء أو الكثيب، وهدف إلى الشيء يعني أسرع إليه أو سدد إليه. فالرؤية مفهومنا حاليا نقول هي نظرة الإنسان المستقبلية لذاته أو لأمر ما إذا تحققت الأهداف. يبقى رؤية مستقبلية للإنسان، الرؤية دي حاجة بعيدة المدى، إذا أنا حققت الأهداف اللي قدامي حوصل للرؤية دي. الرؤية عاملة زي النجم اللي بيمشي فيه المسافر بيهتدي بيه بالليل، وكل ما يروح يبص على النجمة دي عشان يوصل لها. فالنجمة العالية قوي دي هي الرؤية اللي بيها الإنسان بيمشي خطواته ويحقق أهدافه عشان في الآخر يصل إلى اتجاهها. الأهداف تمثل النقاط التي لابد من إنجازها مجتمعة حتى نصل إلى الرؤية. أكن الرؤية دي غاية بعيدة، بعيدة المدى، والأهداف دي كأنها محطات توصلني إلى الرؤية. فالرؤية غاية بعيدة المدى، والأهداف محطات أصل بها إلى هذه الرؤية. أما الرسالة، الرسالة فهي غاية نوعية تحس وتستشعر وموجودة معايا في كل لحظة، ما هيش كمية ولكن هي كيفية، ما هيش نقطة أنا بوصل لها لكن حاجة أنا عايش بيها، غير محددة بهدف. زي بالضبط ما واحد بيقول أنا رسالتي أعلم الناس، فدي حاجة جواه تفضل معاه في كل مكان وفي كل وقت، رسالتي أعلم الناس. هذا شيء لا ينتهي وليس له هدف ينتهي بالوصول إليه. كده يبقى احنا قدرنا نوضح يعني ايه رؤية، يعني ايه اهداف، يعني ايه رسالة. وباختصار شديد الرؤية دي يعني نظرتك المستقبلية لنفسك. يعني تخيل كده مثلا انت لو قلت لك بعد 10 سنين عايز تبقى ايه، فكر كده، عايز تبقى ايه ماديا، وعايز تبقى ايه ثقافيا، وعايز تبقى ايه روحانيا، وعايز تبقى ايه اجتماعيا، وعايز تبقى ايه صحيا جسديا بعد 10 سنين. تخيل نفسك كده بعد 10 سنين، كل اللي انت هتتخيله في هذه المجالات اللي انا ذكرتها اسمها رؤية لك. وبعد كده ما اقول لك طيب عشان تصل الى هذه الرؤية محتاج اول سنة تحقق ايه، طب تاني سنة تحقق ايه، طب تالت سنة كن قربت من الرؤية بتاعتك 30%، طب رابع سنة، خامس سنة، لحد 9 سنة، يبقى فاضل لك خطوة. كل هذه المحطات بنسميها أهداف بنمر بيها.
يجي بعد كده الشيء اللي بعد الأهداف هو الرسالة، الشيء الملازم ليا. أنا هدفي أحقق هدفي أصل بي إلى الرؤية، ولكن وأنا عايش حياتي وبحقق أهدافي للوصول لرؤيتي عندي رسالة أؤديها في كل وقت وكل لحظة. نضرب مثال كمان بسيط عشان نوضح الفرق بين الثلاثة. نفرض إن في إنسان شخص بيقول أنا هدفي أكون صاحب شركة كذا، أو سوري هنقول رؤيتي إن أنا دلوقتي قاعد متخيل إن أنا بعد 10 سنين هيكون عندي شركة كبيرة جدا، وهيكون عندي في اسطول من العربيات، وهيكون عندي عمالة كتيرة جدا، وكمان بصدر لبلاد الخارج. دي رؤية أنا شايفها لنفسي دلوقتي بعد 10 سنين. طيب عشان أحقق هذه الرؤية لازم يكون عندي محطات أصل بها إلى هذه الرؤية. طب أنت السنة دي هتعمل إيه؟ والله أنا محتاج أدور على مكان حتة أرض أبدأ أشتريها. طب السنة اللي بعد كده هبنيها. طب السنة اللي بعد كده هأسس المشروع. السنة الرابعة هجيب العمالة، السنة والماكينات، السنة الخامسة هبدأ أشتغل على نطاق ضيق، السنة السادسة هكبر، السنة السابعة هبدأ أصدر، 7 8 9 دي خطوات للوصول للرؤية اللي أنا حلمت بيها. هذه الخطوات بنسميها الأهداف. طيب وانت بتعمل بتحقق رؤيتك وأهدافك ليك رسالة في الحياة؟ لي رسالة. رسالتي ان انا مثلا اخدم البشرية، رسالتي ان انا اعلم الناس، رسالتي من هذا العمل اللي انا عايز اوصل له حسب شركتي خدمة الناس، مساعدة الاخرين، دي بيسمى رسالة. عشان كده بنقول اجعل نصب عينيك دائما في كل الاحوال في كل احوالك، ومفتاح ذلك كله هو طلب رضوان الله والعمل من أجله، حين تجد لحياتك معنى آخر ولأهدافك قيمة أكبر. وما عند الله خير الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. طيب الأمثلة اللي احنا بنتكلم عليها، يا ترى في حياتك هل موجودة هذه الأهداف؟ وإزاي أحط أهداف؟ و هل ممكن الإنسان يعيش بدون رسالة؟ وهل الإنسان ممكن يكون له أهداف ولوش رؤية؟ ده صحيح وده موجود، لكن كلمة هل من الممكن؟ ممكن، لكن هل تسبب للإنسان خلل في حياته؟ نعم يكون الإنسان بخلل. إذا الإنسان عنده أهداف وما عندوش رؤية يبقى مش عارف هو رايح فين بعد كده، يبقى أهداف بدون هدف أعظم أو هدف أعلى. ولو الإنسان عنده هدف ورؤية لكن ما عندوش رسالة يبقى عايش لنفسه، ما عندوش رسالة يؤديها في حياته، ملوش إنجازات. ولو الإنسان عنده رؤية وما عندوش أهداف يبقى زي ما احنا قلنا أمنية وهم حلم غير قابل للتحقيق. وإذا الإنسان عنده الرؤية وعنده الهدف وعنده الرسالة يقدر يعيش له إنجازات في حياته يذكره الناس بالخير، حقق أهداف تكتب له وبها يعيش سعيد وبها يحصل على رضا ربه ورضا الناس. فلا ننسى ان الامر ده هيكون ان شاء الله في حياتنا بالاستعانه بالله، وحنبين كيفيه تحقيق كيفيه وضع اهداف صحيحه في حياتنا. النقطة اللي قدامي دلوقتي لأهمية الرؤية والهدف والرسالة، إزاي أحط أهداف؟ إزاي اللي أنا حلمت بيه لنفسي بعد 10 سنين أو بعد 5 سنين إزاي أعمل له أهداف؟ في الحقيقة في وضع الأهداف ليس وضع عادي طبيعي، ولكن لازم تكون الأهداف واضحة. والأهداف بنسميها سمارت جولز. السمارت جولز هي أهداف الذكية. طريقة وضع الأهداف لازم يكون الهدف اللي أنا بحطه فيه بعض الصفات، والصفات الأولى 5. فإذا اتحطت هذه الصفات في أي الخمس صفات في أي هدف، الهدف ده هيكون فعال وهيبقى طريقه للوصول إلى الرؤية اللي أنا حاططها الأخيرة. أول الصفات أن يكون الهدف، خدنا الكلمة من كلمة سمارت، أول حاجة حرف الإس السبيسيفيك، أن يكون الهدف دقيقا ومحددا. ما ينفعش هدف عايمة، يعني مثلا ما ينفعش أقول أنا نفسي بعد 5 سنين إن شاء الله أكون ثري،
يعني ايه سري؟ مش سبيسيفيك، حاجه مش واضحه، مش دقيقه محدده. يعني ايه كلمه سري؟ يعني معاك قد ايه؟ فكلمه عايمه، لكن لازم احدد قيمه ماديه، يكون معايا مبلغ وقدره قد كده. فدي اول حاجه، لازم يكون الهدف دقيق واضح محدد. كذلك ان يكون تاني صفه لازم في الهدف، ان يكون قابل للقياس، ودي بنسميها ميجرابل، وبنديها رمز الام، اللي عشان خلي بالك احنا بنتكلم بنقول كلمه سمارت اس ام، فالام الميجرابل، ان يكون الهدف قابلا للقياس. يعني ايه يكون الهدف قابل للقياس؟ يعني الهدف اللي انا حاطه اخر السنه دي عشان اوصل اليه لازم اقدر اقيسه كل فتره، يعني بعد شهر شهرين ثلاثه يبقى في قياس. يعني اذا كان الهدف ده احققه بعد 12 شهر، المفروض بعد 4 اشهر اكون حققت ثلثه، بعد 8 اشهر اكون حققت ثلثينه، بعد 6 اشهر اكون حققت نصه، اقدر اقيسه واقول انا فعلا ماشي على الخطوات الصحيحه او غير ماشي على خطوات غير صحيحه. فيكون قابل للقياس. الشيء الثالث في الهدف، لابد ان يكون قابلا للانجاز. لازم احط هدف، هذا الهدف يكون ممكن ينجز، ما يكونش فيه صعوبة شخصية للوصول إليه، لكن هدف يكون achievable، قابل للإنجاز، مش غريب. وأن يكون الهدف نمرة 4 واقعيا، أش هدف خرافي أو فوق إمكانياتي بالقدر اللي يكون فيه غير واقعي، لكن لازم يكون realistic، هدف واقعي. وأن يكون الهدف، الصفة الأخيرة في الهدف، أن يكون له إطار زمني. الهدف اللي أنا بحطه ده لازم يكون له بداية ونهاية. لازم أقول أنا هبدأ تحقيق الهدف من السنة دي، هخلص الهدف ده بعد 6 أشهر 8 أشهر سنة 2 3، لكن لازم يكون في تايم، في وقت، إطار زمني يحدد لي الهدف اللي أنا همشي فيه. من هذا نقدر نقول إن الهدف، الأهداف الذكية لازم تكون سمارت، وكلمة سمارت يعني هدف واضح قابل للقياس، ممكن أنجزه، واقعي، له إطار زمني. هضرب مثال على هذا الكلام عشان نشوف إزاي نطبقه. لو أنا فرضت جدلا إن أنا عايز بقول من ضمن أهدافي إن أنا يكون عندي فيلا بعد 5 سنين من دلوقتي، أول حاجة في الهدف ده أقول أن يكون الهدف دقيقا محددا. الفيلا أنت عايزها فين؟ ومساحتها قد إيه؟ وتكلفتها قد إيه؟ مش كل فيلا ممكن تديك الشكل اللي انت متخيله. او خلينا نقول هدف قريب من الناس شوية، نقولنا ان انا محتاج هدف عندي يكون عندي شقة تمليك في مكان ما، دي كلمة عايمة، لكن تقول شقة تمليك لازم تقول في انهي منطقة، لازم تكون مساحتها قد ايه عشان تبقى محددة وواضحة. مش كل واحد عنده شقة يقول على شقة تمليك. اتنين، ان يكون الهدف قابل للقياس. طب انت عايز شقة تمليك وحطيت لها قيمة مادية، طب كيف تصل إلى هذه القيمة المادية؟ لازم يكون معاك بعد السنة الأولى، معاك إذا كان ده هدف بعد 5 سنين خمسها، بعد سنتين 50، بعد 3 سنين 3 خماس، بعد 4 سنين 5 خماس، في السنة الخامسة تحقق هدفك، يبقى أنت كده قادر تقيسه. الشيء الثالث، أن يكون الهدف اللي أنت حاطه قابل للإنجاز، قابل للإنجاز. أنت حاطط في دماغك أنك تحط ان انا يبقى عندي شقة تمليك، هل ممكن انجاز هذا ولا غير ممكن انجازه؟ يبقى ما ينفعش الواحد مثلا طالب وفي اولى كلية ويقول انا حاطط خطة بعد 4 سنين يكون عندي شقة تمليك. طب ازاي وانت بتدرس؟ فده غير قابل للانجاز، مش تقدر تنجز هذا الامر وانت مشغول بدراسة، مش ماشي معنا. الشيء الرابع، ان يكون واقعيا. لما اقول لك شقة تمليك فين؟ تقول لي والله انا عايزها في كندا. طب ازاي وانت قاعد هنا وخطتك كل حياتك هنا وشغلك هنا؟ او والله اصلا عايزها في القمر. طب ازاي ده غير واقعي تماما؟ يبقى لازم يكون الهدف واقعي. الشيء الاخير اللي قلناه، طيب انت عايز يكون عندك شقه تمليك في فتره مدتها قد ايه؟ هل انت محتاج تكون عندك في خلال 20 سنه ولا 20 40 سنه؟ يبقى ورثه للاولاد. اذا لازم يكون في اطار زمني، انت عايزها في فتره قد ايه؟ بالطريقه دي نقول انت منجز او غير منجز. عشان كده الهدف لازم يكون محدد، مقاس، طموح، ممكن، مزمن. دي السمات الضرورية في الأهداف. إذا فقدنا واحدة فيهم يبقى الهدف ده
اصلا محطوط غلط، واذا الهدف اللي محطوط غلط تفتكر كيف يتحقق؟ لا يمكن تحقيقه، لا يمكن تحقيقه. اذا لم تكن تعرف الى اي شيء تطمح فانك تطمح الى لا شيء، فانك تطمح الى لا شيء. يبقى انا محتاج اهدافي تكون واضحه بهذه الكيفيه، الدقه في الهدف، رؤيه واضحه عامه، اسال فيها نفسي اسئله من خلالها اقدر اجيب على اهدافي، ارغب بجد في تحقيقها. الهدف لازم يكون بجد انا ارغبه عشان ما يخرج من بند الامنيه، اطاره الزمني واضح. يبقى دي دقه التحديد، قابل للقياس زي ما قلنا لحضراتكم. لازم يكون لهم معايير ومراحل قصيره اعلم بنتائجها ان انا ممكن تحقيق الهدف او غير قابل تحقيقه. لازم اسال نفسي ايه مؤشر نجاح الهدف وتحقيقه، وبكام وكم انجزت فيه، علشان خاطر يبقى له عياريه واضحه. قابل التحقيق، ارسم صوره للمسار، اطور موقفي، يا ترى الوضع الحالي عشان اوصل لهدفي هل محتاج الى اكثر من اللي انا فيه؟ هل محتاج ان انا احصل على اشياء اخرى؟ واقعي. القناعه صحيح لا تتنافى مع الطموح، في اهداف عاليه جدا، ولذلك الهدف لابد ان يكون عالي. الهدف اللي انا احققه لازم يكون عالي. ما اقدرش اقول مثلا انا هدفي السنه دي ان انا استمر عملي في الشركه لمده سنه اخرى، ده مش هدف، لان ده ليس هدف عالي عالي البنيان، بل من الطبيعي انك انت تكون محافظ على عملك سنه كمان. لكن الهدف يكون اعلى، انا اطمع في خلال هذه السنه ان اكون رئيس قسم، ان اكون مدير قطاع، ان انا اكون صاحب شركه. يبقى الهدف لازم يكون عالي حتى ان انا احققه، ولازم اراعي الاطار الزمني. المهم ان تضع تاريخ في بدايته وتاريخ في انتهيته، ما يتسابش عايم، والمده اللازمه الكافيه لكل مرحله. اذا كنت انا عندي هدف قسمته المراحل، فالمرحله الاولى هتاخد كم من الوقت، المرحله الثانيه هتاخد كم من الوقت، يبقى كل مرحله فيها وقت واضح اقدر استغله فيه. بدون نقطه النهايه لا تجد تقييما واضحا، او حتى متى تقيم عملك، اضافه للتكاسل والتسويف. اذا ما فيش وقت انا حاطه قدامي، الانسان يبقى عرضه للتسويف، ما فيش وقت قدامي، انا خليها بكره، خليها بعده، خليها بعد شهرين، بعد سنه. الشعور بانك قادر على البدء في اي وقت، الاخطر من كده قد ياتي وقت لا ينفع فيه البدء في الهدف المطلوب وتفوتنا الفرصه. عشان كده بنقول اللي احنا قلناه النهارده في موضوعنا صناعه الهدف وكيفيه تحقيقه، بنقول ان الهدف لازم يكون انسان له رؤيه، لازم يكون له هدف، لازم يكون له رساله. الرؤيه دي الهدف البعيد المدى، الاهداف تعتبر المحطات اللي توصلني الرؤيه، الرساله ده شيء في كياني عايش من اجله، موجود في حياتي لحظه بلحظه. انسان يكون عنده الثلاث حاجات دول زي ما بالظبط ممكن في اي وقت يطلع بطاقه من جيبه ويقول انا فلان الفلاني، ففي اي وقت يقول انا عندي هدف رؤيه رساله واضحه. دي قلناها، وبعدين تطرقنا الى ان الهدف اللي هحطه ده كيف اضع هدف. قلنا لازم يكون هدف له مواصفات، مواصفاته سمارت جولز، اس ام اي ار تي، يعني لازم يكون هدف واضح معين محدد قابل للانجاز واقعي له فتره زمنيه، الفتره الزمنيه اللي تحدد بدايتي فيه ونهايتي فيه. اذا انا اخذت هذه الاشياء نص بعيني اقدر استطيع احط اهداف صحيحه، واقدر ان انا اصل الى اهداف صحيحه قابله للقياس. واذا انا في يوم من الايام نشلت على القمر وما قدرتش اصيب القمر، فاتاكد ان انا هجيب نجمه واقفه جنبه. فنخلي اهدافنا عاليه، واذا ما قدرناش نحقق الاهداف العاليه قوي، فتاكد انك انت هتحقق اهداف كذلك هذه الاهداف هي عاليه وليها مكانه. في الاخر بنقول الانسان بيعيش بانجازاته، الانسان الذي لا ينجز في حياته لا قيمه له. واذا كان العمر الانسان بيتحدد عمر الانسان بانجازاته، فيا ترى اللي عايش انجز قد ايه هي دي قيمه حياته. فاللي له اهداف وحقق منها اجزاء كبيره وله رؤيه وحققها، ده التاريخ بيكتب انجازاته، سواء تاريخ اسرته او تاريخ قريته او بلده او العالم كله، بقدر الانجاز
بقدر تاريخه، بقدر حياته، بقدر عمره، بقدر خدمته للبشرية وحب الناس ليه. عشان كده لازم يبقى عندنا الأهداف واضحة، وإن شاء الله تعالى المرة الجاية هنتكلم إيه هي الأهداف اللي مفروض تكون في حياتي عشان أسعى إليها وأصل إليها. وإن شاء الله يعني نحافظ على تواجدنا واسمعنا للحلقة القادمة، وأشكر حضراتكم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وأتمنى إن شاء الله تكون أهداف جميلة في حياتنا لتحقيقها. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.